السلام عليكم بنات، مرحبا بكم مره اخرى معايا فلاشين ديالي ليدي ياقوت. اليوم جيت لكم كيف ما وعدتكم على الانستغرام، قلت لكم غادي نهضر لكم على واحد الكريم كريم ايدغاتونت ابوسيج ديرمو سوان. صراحه بو ايدغاتونت بور لو فيزاج بيان سور، كيتستعمل بيان سور كوتيديانمون، وخص ضروري بيان سور تكون لابو نظيفه، وكيتستعمل عده مرات في النهار، يعني تقدري تستعمليه حتى لثلاثه الخطرات في النهار، ما كاينش مشكل. ما فيش لي برودوي كيميك بيان سور كتارين بور بو سيش تري سيش لي في، يعني شي حاجه مزيانه. التكستور ديالو كريمي زوينه، يعني بحال لا كريم فريش رطيبه. او فوالا فوالا، كتمشي يعني كتسهله في الاستعمال، يعني دغيا كتطالع دغيا كتمشي دغيا كتشربها لابو بيان سور. وفيها واحد الريحه شويه زعجاتني، اللي هي الحاجه اللي ما عجبتنيش بزاف بيان سور في هاد ابوسيج، هي الريحه مجهده، يعني بارفيمي بلا قياس. نورمالمون ما كنحملش لي كريم ايدغاتون تيكونوا بارفيمي، فوالا تو سامبلومون. هذه من ناحيه، من جهه اخرى توب لي في توب دي توب، صراحه كيرطب افكتيفمون، وتتحسي بلا بو ديالك ولات رطبه، كانت فيها واحد اللمعان، تغدات مزيان، يعني التغذيه كاينه. لابو ديالك يعني من خلال الاستعمال ديالها، الاستعمال ديال هاد الكريم باردون، الا من بعد يعني كتشعري بان كاين تحسن، كاين تغيير في لابو ديالك. فوالا فوالا، الثمن ديالو بيان سور انا خديته يمكن شي 140 هكا 130 من بارا. دابا راه دايرينو، دابا راه اون بروموسيون لي في، الا بغيتو تاخدوه كيدير 80 درهم، يعني سيرو دغيا قبل ما تسالي البروموسيون، يعني خدو راه مزيان بزاف بالنسبه لابو، سورتو هاد الوقيته بدا البرد شويه تيتحرك، يعني بدا يعني علامات ديال الغريف بدات تتبان. دونك استعملوا لي كريم على الجد، سورتو ديال لي كريم ايدغاتونت، لي كريم افريكان، يعني كاع لي كريم اللي ديجا هضرت لكم عليهم وكانوا قلت لكم راهم مزيانين، استعملوهم في هذه الفتره ديال الخريف بيان سور والشتاء، باش تحصلوا على بشره رائعه، بشره ناضره وفيها لمعان، فيها حياه، فيها شباب، فيها كاع الحوايج اللي تبغيو يكون في لابو ديالكم. فوالا بغيف، دونك نرجع للابوسيش لي في، الا بغيتو تاخدوه راه توب توب مزيان، ما عندي ما نزيد عليه، سوى انه فعلا داكشي اللي تيتقال عليه فيه. الديفو الوحيد اللي ما عجبنيش كيف قلت هو الريحه مجهده، يعني ريحه بلا قياس مجهده، يعني بارفيمي بلا قياس، يعني مكتري فيه، يعني فيه اون فوا كتحطي كتزعج، يعني لدرجه انا داك الريحه تتزعج. الا ما كانش عندك هذا مشكل، ماشي مشكل، يعني ابار سا راه مزيان بزاف لي في. كنتمنى يكون استفدتوا من هذا الفيديو القصير بزاف، وغير بغيت نهضر نقول لكم الراي ديالي على هذا الكريم، هذه الكريم ابوسيج هيدراتونت راه توب توب. فوالا فوالا فوالا، الا عجبكم الفيديو لي في لايك بلو كومونتير، بيزو بيزو. Et à la prochaine.